مسرحيتنا اسمها عرس الضيعه. العرس يلي رح بيصير ضيعة كفرفوز، بس لنفهم العرس لازم نشوف الضيعة. يلا لنا على الضيعة. الضيعة تختلف كتير عن المدينة. ضيعتنا مثل كل الضيعة القديمة، فيها دكانتين صغار بقلب الساحة، لأنه كل أهل الضيعة وبيوتهم كفيتهم الساحة، والساحة فيها الكيستان بيقعدوا عليها الصغار لما ما بيكونوا الكبار. الضيعة ما فيها حكيم ولا فيها صيدلية، بالدكانة في سكر ورز ودخان. مثلا دكانة بو عباس وبو نواف هول لحالهم مصيبة. من عند بو عباس تفقس مع بو نواف، وهونيك المصيبة الكبيرة إذا كان طريق بيتك من قدام دكانة بو نواف. شو رأيكم ممكن يصير؟ خلينا نشوف سوا. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، السلام عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله. يا ابو نواف تفضل تفضل. ولا لو انا حين رح تفتروا. لا يا خي عم نلعب. لك الولد لا كيف عم بتطلع فيك يا ابو نواف؟ مش عم بتطلع فيك ولا شيء. ما انت ما بتقشع الا اللي بدك اياه. صلي على النبي يا زلمه، صلي على النبي وحل انا الاولاد. لك فعم يزورنا لك يا خي، بجيب بضاعه منزوعه وبدو ايانا بالقوه نشي من عنده. بسيط، انت شو همك؟ طريقك من هون صلعت علي يعني كيف بدي ارجع البيت؟ تعرف شو اسا بس يلتهي بهم. شو بعد بده يوهو شافك عم تشي من عنا ابو عباس؟ ايه احسن شيء نور ضاع، بلكي الله بيعمي قلبه. يلا يا رب بكرمك ورحمتك ترحمني من بو نواف. آمين. يا رب تعفي عني وتسترني. آمين. يا رب ما تخليه لقطني لأنه لقطت لي الكماشي. آمين. يا رب تشيل تعمي عينات نان حتى ما يشوفني. آمين. يا رب تشيل شريط نان حتى ما يلحقني. آمين. يا سترك ورضاك وهيني ريكت. ولك طول بالك، مش هون المشكلة. إذا زمطت بالراوحك بدك ترجع على الساحة، أحسن شي خلي أمك تصلي لك ركعتين وتدعي لك. يا الله بركي ما عشفنا بعض. الله معك. هذا مش عم يزبط هيدا. ايه والله يا جماعة، هاي بو نواف وهاي قصصه، لا بيرحم ولا بيخلي رحمة الله تنزل. بس شو رأيكم بالحلاق يلي رح يحلق للولاد وللمعزة وللعرسان بنفس المقاس؟ خلينا نشوف سوا. شوم شوم بعين بعدك ها؟ ايه صار الساعة ناضي الحجالي وبعد ما اجا. سألت حدا عنه؟ ما حدا بيعرف وينه. عم بقلبته عم بيجا الشغل. السلام عليكم. الله يسلم فيك بغزبري. إصابة براس مش عامزة أخوي ناطر. والله كنا منحلق للمعزيت علي هاشم. لكن نعيماً إلي ولا للعنزيت؟ لا الاثنين. يلا بسيطة يا ابني قبل ما تجرسنا بلسن بيك. السلام عليكم. وعليكم أهلين. السلام. بقول لك باي بكتحلق للعنزيت. أنت ابن مين وليه؟ أنا ابن حجة تفاحة. لكن قولي أمي ودتني وليه؟ قول لك هلأ عشان ما تحقت على العرس. يا حايف العرس يا زلمي خليها لبعدين. ما تعمل لي عريس وعروس خالص للصابي. بس والله يا زلمي عرس بتعرف شو معناته يا زلمي؟ لازم من حال ما بتحركش غير ما تخلص للصابي، وفي الحشازي براسه شوف كيف بنا خالص منها. والله يا زلمي خلينا نروح يا زلمي عن جد. لا 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 خالص للصابي. والله يا زلمه يا عريس. لا لا والله يا زلمه خلينا نروح. اخ يا درسي. شو بك؟ اخ يا درسي شو عم يجعني؟ لحقني يا حجلي. منك جاي لو كنت هربين كنا احنا لحقناك. اسا بس وقت اروشتك. شو اللي درسي عم يجعني كتير؟ يلا قعد قلنا الله تفرج. اه لا هون يا ابني. هي تعا من بدي يدفع لي تعا. هي يا ابني يلا تعا. يا رب يا رب يا ابني.
شيك يا شيك. أخ صباح الخير يا مختار. صباح النور. أخ شو في شي يا مختار؟ في شي؟ لا حول الله يا ربي. لك انت ما بتفهمي بعد ما ايش بتفهمي؟ لك وينو سمي الهر البريق وينو؟ لك شو هالمرة يا عالم شو هاي؟ روحي ما ايش بدي اكل ما ايش بدي اكل. يلا شو هالمرة هاي؟ يلا يلا تفضلي تفضلي عندي تفضلي يا مختار. دخل ايشك يا مختار تفضل. استغفر الله. والله مرات عمي بتحبني بعد الاكل على الارض. ليش في حدا غير مرات عمك بتحبك؟ ما انك موقتي تعتر الله على كل ما تشيلوهن هيهن ولادي جايين وراي. ما انتو ما شاء الله عليكم عيلة متعوبة عليا يلي مرت عمو بتحبوش بتحببوها فيها بالقوة. اثبات بعينك هنتفت اللقمة. لا والله بس لقى الوقت وبدي خلي الشغل البيت. ايه يا مختار كيف اجك اسا؟ نيح بتسلم عليك. الله يسلمك بس ليك مخنقي سودي سودي. والله قبل الضربة كانت بيضة بيضة مثل وجهك الحلو. واسا يا بعدي؟ تشبه جوزك سودي سودي. جوزي اسود؟ ايه نعم. اذا مش معاجبك هيا الباب بفوت منه جمل. بصراحة بصراحة لسانك مثل مقص العريش بججل. وانتي ما جوتك بدون ترم مثل الشتاء بالصيف. لك اسا خلصونا من هالمشارعة. لك شو بدك جامل قبل الضو؟ والله قلك ضيعة بكرة لاني نازل عبيروت هلا بيجي وراي الشوفير. طب ما فينا نخلصوا اليوم؟ ما يتقوا يجي ولادك بتكون السيارة راح ضيعة بكرة. بتوصينا شي يا مختارة؟ الله معك يا مختار. الله يطول لك بعمرك يا مختار. الله معك. وهاي قصة جديدة من قصص ضيعتنا يلي ما بتخلص. بس يلي ما حدا كان حاسب له حساب هو شليش؟ مين شليش؟ اكيد عم تسألوا حالكن. هيدا اهبل الضيعة خلينا نشوف كيف. منيف يا منيف عطيني ربع. عطيني ربع يا منيف. بدك ربع؟ ايه بدي ربع. الربع قطعوا عيلي بعشرة ايام شو بدك تعمل مع الربع؟ لك بدي غير الدولاب وعبي بنزين وبدي شفت يا زلمة. يلا لك روح من وجهي. روح عطيني ربع يا الله. يلا روح يا الله يا منيف. اياني رايح انا. اياني رايح. ايه روح يلا رايح. ايه يلا روح. شوفوا يا اخوان حاضر فينا يا شليش. حاضر فينا يا شليش. على طريق الكروسي في بيوت. ايوه البيوت. ايه لا تصوين. ايوه انا بتعمشي على التصويني. ايه اسمع لك دعسي خفيفي خفيفي. ايوه ودق على البوابي. ايه خفيفي خفيفي. ايوه تفتح له البوابي. ايه شو بيلا شو بيلا شو بيلا انا مش وش انا كلمه السر. شو يا ابو نايف بدك تعطيني الربع ولا بكفين القصة؟ خد ربع يا شليش ما تنيش شوف فيزك بعد. علي صوتك. ليك يا ابو نايف وحط علقة بدينتك بس وصل عالسيحة بتقوم وبتقعدني ويا ويلك ان ما قعدتني. حاضر حاضر يا شليش حاضر. امشوا يا شباب. لا ميكروفون يا بني. لك اخ 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 منكم يا ضيعتنا ما بتمشوا الا بالرص. اخ وينك يا وردي؟ شو يا شليش
بين بعدك هاد شو شغل بالك؟ يلي شغل لك بالك يعني عم بتحب يا شلاش؟ ما بحق لي؟ انت بس اللي بحق لك. انا فهمين عليك كتير يا شلاش وعارفة انك افهم واحد بهالضيعة، بس ليش عامل حالك اخوت؟ ما انا اخوت. مش علي هالحركات يا شلاش، انا وردة. ولك احلى ورد كمان نيال اللي بشمه. بتحب الورد يا شلاش؟ بحب بس وردي وحدي، وان شاء الله اللي ببالي يكون مثل اللي بباله. بتحبني يا شلاش؟ لك يا وردي، لك اخ اخ الو لك. انا ما باكل خبز الا من امحاتكم، لانك انت اللي حالشتيهم، وباكل كل ليلة من رمانيتكم، لانه بشوفك كيف بتطلعي فيهم، وبصفهم بالقمر كل ليلة، لانه بعرف انه هونيك رح نتلاقى. بس يا شلاش حكيتك ذبحوني. لك اخ يا وردي، لو بتعرف قديش بحبك. يعني بدك تخطبني من بيه؟ ما بيعطي اخوي. ما بدك تبطل خوت؟ مش قصة، بعد قدامي شغلتين صغار بدي خلص. يلا عجل عب يمر العمر. هيك كتبت لك كلمتين شعر يا وردي، تسمعيهم؟ بتكتب شعر كمان؟ والله كلك مفاجأت. يلا سمعنا. لك دايب أنا بحمرة شفافك، وبشعر غافي عكبوة كتافك، بعيون راسمها مجد نحات، نيال قلبه كل من شافك، جاي أنا من بعيد صوب العيد، وشايف عيونك حاملة بواريد، تحرس عصدرك جوز عنائيد، وبنهر الحلا عشط صفصافك، نيال قلبه كل من شافك. خايفان قربت يا وردي، قصة قومي من أحسن ما يشوفونا مع بعض، ويلقطوني من إيدي اللي بتجعني. طيب بخاطرك يا شلاش. الله وقلبي وكل وردي معك يا وردي. شو يا مختار؟ كيف مزاجك اليوم؟ اخ شو؟ هي عارفه بوجهك حكي. ايه والله يا مختار، وحكي مهم مهم. يلا احكي بسرعة قبل ما أسا يجينا حد. هيدا يا مختار والصلاة على النبي، بتعرف انت يعني صارت بنتنا زينة صبية. يلا يلا يي علينا، فناش نحكي كلمتين على بعضهم بهالبد، ما كان بلالك هالمخطرة. شو؟ كان بلالي هالمخطرة؟ لك ما كان بلالي هالشويز يعني؟ لا يا مختار، روح للي شوفي مين، روح ان شاء الله. تفضلي ان شاء الله. مرحى يا عالم، تفضلي. الله أكبر. تفضلي. بطلت فوق. يلا تفضلي. شو يا مختار؟ خلينا نخلص اليوم وبوعدك ما طول عليك. اخ تفضلي حاجه سعديه، قولي شو عندك. نيالك والله يا حجي، اليوم ما مش عم احضر لاحكي مع المختار. يلا هر اللي عندك بسرعه. شو يا مختار، فاتح منجره؟ لا ليش؟ لانه ما في غير مسامير بهالبيت. لكن هالمختار عامل جار مش انا. والله لما الباب بزيزق بزيتوه. زيتاتك حدين شوي ولا لا؟ طب اسا وقفونا بقى، ولك يا عمي قلب النسوين شو بتحب اللات والعاجل. شو يا حاج سعدية، بعدنا بقص شقفة الارض. ايه والله يا مختار، هالارض ميتة لبيعة والورات كتار، كيف منحلها؟ انا بجمعهم بكرة والبيعة صارت عندي، بس اعطينا هالحجة لنعرف عن اي ارض عم تحكي. تفضل يا مختار. بسم الله الرحمن. بسم شو؟ اخ الشقفة كل عمرها موجعيت لي راسي. حدود الشقفة هي عن جهة اليمين ارض السنديان العتيق، أيوة. وعلى الشمال زيتونات الحاج بيوسف بديع، ومن الغريب جوزة العليق، ومن الشرق ارض المرحوم امين رشيد ظاهر.
طولها شمل ونص من شملة شرويل زين الناصح، وعرضها شملة شرويل بأمين سلوم لضعيف. خلص يا حج، حشتك عندي والأرض من هالبقن بتخديه. الله يخلينا إياك يا مختار، لو ليك منا شي. أهلا وسهلا يا حج. الله معك يا حج. الله معك يا مختار. طيب حسبني الحج وساعدي بهالضيعة وعطيني من وقتك بس ربع ساعة. طيب يا مختار اتفضل. هيدا يا مختار، بتعرف انت يعني صارت بيتنا زينة صبية وبلش يحكوا فيها. من هالناحية لا تهكى لهم، حكم بينه معي بحسين وبدو اياه لأب. يي علينا، يا بيجو كلهم دفعة واحدة يا ما بيجو. ايش من حكى بعد الموضوع؟ هيدا يا مختار، كنت عندي هيدي محمد مرت صاحبك وحبيبك، ويا حرام شو تعذبت بهالمشوار لهون. يا قطيعة لك شو هالعلقة هاي؟ هيدا زلمة ادمي ما فينا نرفض له طلب، بكفي انه من ضيعتك. ايه والله يا مختار، يعني بهالزمانات عطوك هالجوهرة واسا بدن يسردوها. ايه والله جوهرة يا مختارة، الله يخلينا اياك. الله يطولنا بعمرك يا مختار، بس اسا كيف بدنا نحلها؟ بهيك طريقة ما قلنا الا العمد. يا مختار طيب. يا الله، هذا العرس اللي شفناه اليوم كان هدية خاصة من طلاب المدرسة العربية البرازيلية لجميع أهالي الجالية العربية ببلدة فوز. بس أهم كلمة وأكبر شكر، وشو ما حكينا ما بنقدر نقدر وما بنقدر نوفي وما بنقدر نوصل شكرنا لإله للشخص اللي تعذب معنا كتير، هو ما خصه كان بالموضوع. يلا فوز. شكر كتير كبير وخاص للأستاذ غازي حيدر، تأليفاً وإخراجاً وتدريباً، اللي تفاعل روحياً مع طلابنا لدرجة ما كان إله قلب يتركنا. أخر سفره على لبنان وتخلى عن عيده مع عائلته كرمال هالعمل يمشي ونوصل لهون للي نحنا فيه. سيد غازي، بدي أطلب منك تشرف لعنا إذا بتريد. صراحة عملتها فيه، مش مقرر أني أطلع، مقرر أنه هي بتحكي وأنا جوا. عملت فيه الضهر، ظهرتني لبرا. على كل إن أنا بشكرتها على كل اللي قالته، مع العلم انه انا مش بهيدا المستوى اللي حكيت عنه. يعني انا زلمه مشحر معطر مثل ما انكم شايفين، شورت مخزوق ومدري شو، يعني هاي اللي خلقني. بس ساب تعرفت عني ومضطر اطلع يعني. فبشكركم كثير على الزقفه، وبشكر المدام ميمي على هالتعريف، وان شاء الله دائما بتضلوا مبسوطين. وبتمنى عليكم وبتمنى لكم بتقوموا بمشاريع كثير كبيره انتم كثير قادرين عليها، بس ما حدا عم يتحرك فيها. زينة جباعي، حسان دباجة. أنا بدي فوت من هون أنا كمان. ملاك شحادي، محمد زهوي، أنت قبلي، مريم طحيني. يعني كيف شكلنا؟ شريف ترمس. هنية سلطان. شفتوا شو حلو هالمختار؟ سعد قصمص. أحلى زقفة لسعد. إيه بالله. أماني دباجة، وردة الليلي. ريان ملحم. أبو نايف أزعر الضيعة. ليال محمد. ليال كلها ما تجوز بنتها زينة لشاب من ضيعتها. يزيد فتاح. حسن سلطان. أماني بصل. حسين حجازي. سارة دباجة. زينب فحص. زينب فحص.
يوسف فتاح، زينب فحص هلك ومستهلك، بيسان عبد العال، إيهاب صفا، يوسف عوالي، ديانا عواد، علي عواد، مريم شاهين، محمد غطمي، وهلا ما بعرف اذا احلى شاب بالضيعه ولا اهبل ولا ما بعرف شو بدكم تقولوا عنه ولا الاخوات، بلال عبد العال، صافي قوية لكل اللي شاركوا معنا. مثل ما قلنا لكم العرس مكمل، ونطلب من جميع بعدين يشاركونا بعرسنا. قالوا بنات بلادنا حلوين، من قصر موسى وقصر بيت الدين، من جنوب عجبين الخجل بيدوب، بإيمان فارد هيبتوا عالدين، من بقاع من بسمة شعب محبوب، من شمال طلت معشر وبتزين، منشوف راقي ومعلم موهوب، من حاصبية وقلعة بعقلين، شو بك عايش يا وطننا منكوب، تنهان لكن ما قبلت تهين، وما بقول عنك بالحرب مغلوب، ولو شفت أرضك نار وبراكين، ولو حولوا نهارك سواد غروب، بهد البيوت وحرق البساتين، بيتحول ترابك جمر وهبوب وريح وعواصف تحرق الكفار، ونرجع على القدس وعلى فلسطين. مثل العادة بتعطي كل واحد أكثر من حقه، وهي ما بتاخد حقها، لأنه بتشتغل ومن قلبها لتشتغل، بتشتغل مش لتاخد حق. هي دولاب العمل، أي عمل منيح للطلاب وللمدرسة. منوجه تحية كبيرة للست ميمي جباعي ومنشكرها على كل شيء. ايويها نحنا اهل الجنوب، اهل الجنوب نحنا، ايه ايوها مهما الزمن يجور ما منترك مطارحنا، ايه ايوها شو فارقة معنا، ايه ايوها ما دام لبنان كله سند لجوارحنا. ايويها نحنا اهل الشمال من الشمال جينا، ايه نشارك الفرحة اخوتنا واهالينا، ايه ايويها اوصل نصر تيضل بلبنان مرفوع، ايه ايويها زرعنا السمد ورود ورياحينا. ايويها نحنا اهل البقاع ايويها نحنا اهل البقاع وبقاعنا حاضر، ايويها شرايين دمو جاهزة بكل المحاضر، ايويها لا تخاف يا لبنان ما دام نحنا فيه، بالادب والاخلاق بتضلك تحاضر. ايويها نحنا من النباطية ومين بيقدر علينا، ايويها سحقنا الاعادي وعالدنيا ضوينا، ايويها وحسن كامل الصباح من عنا، ايويها
نعطيها؟ إيه. إيه ويها شريين جاهزة من المهج من جوا. السلام عليكم. ملاك ملاك. وعليكم السلام. السلام. اهلا وسهلا. اهلا. رجعوا يا الزلم كيفك؟ اهلا اهلا. حمدي قعدوا البيك قعدوا البيك قعدوا البيك قعدوا البيك قعدوا البيك. ورده تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا مريم. يلا العرس عمران، شو رايكم نعمل العرس عرسين؟ ايه اكيد، بس العرس الثاني لمين؟ لالي والله مش قد المقام. لا يا ابني مين قال هيك؟ انت بشر باصبعك على صبيه من هالضيع. ورد ورد تعرفنا على البيك. لا يا ابو وردي ضغط عن شلاش. شلاش؟ هذا شلاش بس حقيقي. ايه هذا شلاش بس حقيقي. ايه خلي عرس عرسين بعد الاذن تبع المختار. يلا على البركة. والعرس عرسين. والعروسة ما أجملها. والعروسة ما أجملها. ضل العرس يا هلا. ضل العرس.
ويرقصوا بيقدروا مش بس المسرح. شيلوا الكراسي اللي قدام، يشيلوا الكراسي اللي قدام، واللي بيحب يرقصوا يدبك بيقدر مسمح له. عمرينا وراء
عيون 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 الغزلاني دكر وين الزهر يا غيوم يا قلبي لعيونك يا روي احلى سيديا يعني فيك تقول اللي شفته أنا اليوم بعد ما شفت هلأ هالجموع هيدا وكل الطوائف مجتمعة هون برأيي الشخصي إنه اللبناني لبناني الطائفية نحن زرعينها بس هونيك هم ما في طائفية وكل الناس بدها الفرحة كلها عم بتدور عليها والله العظيم عم يعني الكبير الصغير
كله عم بدور على الفرح، بده يفرح ما بده ياكل. بينقص يعني المؤسسات الموجوده هون بالجيل العربي لحتى تزرع هاي الفرحه وتعمل هيدي الحفله حفله دائمه مش مره بالاسبوع او عفوا مره بالسنه. والله يعني انا مبسوط كثير للهيئه النسائيه اللي هي التفتت لهالشيء. عندنا هيئه نسائيه هلا بالبرازيل، هي تالفت من سنه تقريبا، هي كثير منفتحه هالهيئه هي وعم تلتفت لاشياء كثير حلوه. واذا بتراقب شوي الحضور الموجود هون، حضور يمكن اول مره بكون في حضور للجاليه اللبنانيه او الجاليه العربيه لما خلقت فوز الوصول لليوم، اول مره في حضور مثل هيك. يعني هلا اليوم راح اذا بدك تعزم او اذا بدك تشوف الجاليه العربيه ما العرس، العرس الضيعه خلص، عرس الضيعه اليوم. الحقيقه يعني لنا الشرف بهالحفله العظيمه اللي صرنا زمان ما بنقوم فيها، ونحن العرب إلنا جولات وصولات بهالقصص هذه. فاليوم الحقيقة كتير معبرة وكتير شيقة وكتير ناجحة. انت بتشوف انه الجالية العربية بحاجة لمثل هيك حفلات لحتى تجتمع؟ الحقيقة بحاجة كتير، ونحن بحاجة لكتير كتير لنصحح هالمواقف اللي احنا عم نغلط فيها وعم ننساها، بتوحدنا لانه نحن هذا اسمه الاتحاد العربي، نحن اللي انشأناه، نحن هذا العربي، انا واحد من مؤسسين هذا النادي، واحد يعني بعتبره مثل ولد من ولادي، انشأناه وبنيناه، مضينا بفترة شوي عصيبة، ولكن الحمد لله اليوم رجعنا ننشئه ونأسسه من اول وجديد، فهذا شرف كبير ومهم جدا، وبنشجع الصبايا اليوم اللي قايمين، وبنشكر اللي اقاموا على الحفل ونشجعهم انه دائما مثل هالعمل هذا كثير حلوه، وبهني كل اللبنانيه، وبنتمنى انه على طول نجدد ويكون احلى واحلى من هاي. في رايك كلهم عم بيقولوا انه مثل هيدي الحفلات بتكسر الخلاف السياسي بين الناس وبتجمع كل الطوائف، هذا شيء صحيح؟ هذا شيء صحيح بالضبط، ونحن نقصنا من زمان لازم كنا نعمل هيك حفلات وهيك اجتماعات لحتى كلنا ما حدا يفكر لا بطائفية ولا بدين ولا بمذهب، ونكون كلنا قلب واحد وكلنا شعب واحد ووطن واحد. ومتمنى نحن كل فترة وفترة نعمل هالحفلة حلوة. محمد انت حضرتك خلقان هون؟ نعم نعم. طيب تعني لك هيدي الحفلة؟ كثير. أول شيء نجتمع العائلة، الأولاد بيتعرفوا على الكوستوم عربي وكل شيء حلو. الحمد لله شيء بيسر الخاطر، ونحن مبسوطين ونتمنى كل سنة يصير إن شاء الله، وبضل هيك الاجتماع ويجيب المحبة لجميع الخلق. ما حضرتها كلها. شو رأيك بالجو طيب؟ يعني كتير حلو. حضرت المسرحية؟ مش كلها. شو رأيك بالجو بشكل عام؟ كان حلو عن جد، كان جو ضايع. صرنا شي شهر ونص تقريبا. طيب راضي انت عن الاداء اللي عملته اليوم؟ ايه طبعا. شو رايك بالجو العام بالحضور؟ لا كله رواق، كله الحمد لله رواق، وشارك والحمد لله، وتعبنا للصراحه، تعبنا بالمسرحيه، كان كله رواق. بتحبوا تعملوا مره تانية ترجعوا تعيدوا هيدا العمل؟ اني لهدفي انا ايه انا حابه. اكتشفت انه عندك موهبه معينه من خلال هيدا العمل؟ ايه طبعا طبعا، كان شيء حلو رائع والحمد لله الكل افتخر فيه، كان شيء مهم. بس شو الاسم؟ مها حجازي. مها حضرت المسرحيه من الاول؟ شو تعليقك عليها؟ كان كتير حلو، وهذا بفرجي كيف هو العرس بالضيعه، ورجعنا للايام اللي كانوا يعملوا هالعرس بالضيعه. طيب حضرتك شفتي انه في كتير ناس كانوا من الجاليه العربيه، ليه كل هالناس كانت موجوده اليوم؟ لانه اجوا ليشوفوا ليرجعوا كيف هن كانوا يعملوا، ليرجعوا طفولتهم وكيف كانوا يتجوزوا. طيب حضرتك كصبيه لبنانيه خلقانه بهيدي البلد، خلقانه هون مش هيك؟ بتحب تكوني على المسرح لتقدمي مثل هيك عمل؟ اكيد طبعا، ما انا بالاخر لبنانيه، بس انه انا خلقانه هون، اصلي لبناني، ما بنكر اصلي انا. بس الاسم؟ نانسي حجازي. نانسي شو رايك بهيدي المسرحيه اللي شفتيها اليوم؟ المسرحيه كانت كثير حلوه، انه شغله جديده عم بيعملوها هلا بفوز الكواسو. طيب انت شو المشاكل اللي حسيتي انه خففت من وهجه المسرحيه؟ انه الصوت كمان كان شوي انه ما كان كتير واضح، بس انه قدرنا نفهم والحمد لله كل شيء رواق. طيب شو الاسم؟ ياسمين حجاز. ياسمين، من خلال متابعتك للمسرحيه بتحسي انه مثل هيدي الجمعه بتفيد الجاليه العربيه بحاجه لها؟ ايه طبعا، عشان الجاليه العربيه ما عندها كتير مجال انه يشوفوا بعضهم وهيك، فهون كان مجال كتير منيح لهم. حضرتك خلقانه هون؟ ايه.
طيب بالنسبة لي خلقاني هون شو بتعني لك هيدا المسرحية؟ حلوة. بتحس انه هيدا بتحس حالك بلبنان، عرفت كيف؟ انه عادة اللي بيخلقوا بهيدا البلد بحبوا دايما ثقافة هيدا البلد، هيدا ثقافة لبنانية بأيام الضياء، حضرتك بتحبيها؟ ايه اكيد، ما انا لبنانية شو ما احنا اصلا هيك، يعني كل شيء لبناني احنا لازم نحبه. شفتي مثل هيك عرس بالضياء عندكم؟ لا أول مرة بتشوفيه. شكرا لإلك. والله للصراحة يعني شهادتي مجروحة أنا، بس اللي بدي أقوله إنه الله يعطيهم العافية فعلا، لأنه نحن بحاجة من فترة للتانية لهك مشروع إذا بنسميه، يعني عرفت كيف؟ لأن فعلا حاجة نحن نعبر شوي، وهالجمعة الحلوة هالشباب والصبايا والقرايب والأحباب والأصحاب يلتقوا، فلازم من فترة للتانية هالشي يكون يعني بمساعدة الجميع طبعا. الله يعطيه العافية كمان، يعني قبل بلاء حسنا كثير، جهد ما فوق الحد يعني، الله يعطيه العافية فعلا. والله كان كتير حلو عن جد، انه العرب انه ما بيعملوش انه كتير، انه هالمرة عملوها شي جديد عنا، انه طلعت عن جد كتير حلو، كتير انبسطنا كلهم انبسطوا كمان. شفتي ناس كتير اليوم يمكن بحياتك مش شايفتها، بتحسي انه هيدا شيء مهم وواجب للجالية اللبنانية او العربية؟ اكيد، وبعدين بنصير نتعرف اكتر وبشوفون انه اكيد كل شيء مهم. عرضينا ومنتشكر استاذ غازي افندي السيد غازي شاميمي، ونتشكر الكل اللي ساعدونا، رفقاتي كلهم كانوا معنا، يعني كان بجن. حضرتك خلقاني هون؟ اي نعم. كيف اجى يعني كيف قبلتي تعملي هيدا الدور وبتعرفي انه دور صعب وبده ناس عندها خبرة؟ لا مش صعب، لانه اهلي عطول بيحكوا انه لو ما اهلي ما شو نحن خلقانينهم، بس اهلي عطول انه بيحكوا معنا عربي، وبنحضر كثير باب الحاره، واكيد انه بنعرف. انت عم تحكي جنوبي. تعلمتي هيدي اللكنه؟ لا جنوبي وبقاعي اكثر، جماعه انا من اللي بقاعه، واكيد لو ما تمرنا كثير وعمل ما كناش قدرنا. حسيت انه قاعدين بضيعه، وانه كان جمعه حلوه لكل فوز، وانه جمع حلو للبنانية ليجتمعوا ويصيروا مثل شغلة جفرينش صارت اليوم. حضرتك كمان شاركت مش هيك؟ ايه نعم. شو تعليقك؟ شو احساسك انتو عم تأدي هيدا الدور؟ ما بعرف، كل الحمد لله كان شيء حلو. شو احساسك اليوم انتو عم تأدي دور والناس كلها عم تتفرج عليك؟ حاسس حالي بضيعة بلبنان، يعني فخورة كمان هذا، وبشكر كمان الاستاذ غازي اللي دربنا، ضلوا شهر ونص واجا بلبنان عشان يدربنا. انا كنت عم برقص. شو انبسطت انتوا عم ترقصوا؟ ايه. ونحن بنتشكر اكيد يا ميمي وبو علي اللي قدموا بكل هالشيء وساعدونا، والله يعطيهم الف عافيه، طلع شيء كثير حلو ومميز. وتشي ميمي كمان نحن بنتشكرها، وايفوني وحاج عاصم بنتشكرهم كثير على اللي عملوه، شيء مميز طلع يعني. بلال عبد العال. بلال، لقيت شي صعوبة بتمثيل هيدا الدور اللي بده كتير من التجربة والخبرة؟ انه اول شي انه تمرنا، ضلينا تقريبا شي شهر، بس انه الواحد بيصير يتفلت ويتسلى بيفوت بالجو، بس انه عادي مش كتير صعب. حضرتك كنت تقريبا بطل المسرحية، هيدا الدور شو حسيت اليوم وشفت الناس عم تطلع فيك شاب خلقان هون طبعا مش هيك؟ انت حضرتك عم تقول مسرحية عربية اسمها عرس الضيعة، انه بينبسط الواحد، وغير انه عمي عاصم انه والباقي عاملين انه مزبطين هالحفلة، انه بنعمل جو ومزبط العالم، انه بينبسط الواحد. طيب اعطينا مقطع من شلاش اللي قلته هونيك، احكي لنا اياه. اعطيني ربع يا ابو نايف، اعطيني ربع. ايه هون الحمد لله عملنا منيح وشكرا. شو أهم شغلة بتحب تقولها لحدا اليوم؟ بدي أقول لبي إنه بي ما نوش هون بدا أيام سافر، بي كنت حب إنه كوين معي هون إنه يشوفني، بس يلا شو بدنا نعمل؟ قل له لبيك هيدي الرسالة على طريق شلاش. يابا أنا بحبك كتير يا بي، يا ريتك تكون معي. شو رأيك بالمسرحية؟ المسرحية أنا رأيي رقصنا والفحر وفرحنا وكلهم انبسطوا، بس نقطع الكهرباء كلهم، عفوا عاد نقطعت الكهرباء. شو اسمك وشو رايك؟ علي. ها؟ علي عواد. شو رايك؟ كثير مليحة، المهم انه
المهم انه الناس مبسوطين ورقصنا وكلهم مبسوطين. شو رايك بالمسرحيه؟ كثير حلوه ويعني وان شاء الله بتتكرر دائما هالمشروع هذا الحلو اللي هون. والله يعني شغله كيف بدي اقول لك مش طبيعي، مش يعني كل يوم نشوفها، ومليح انه من جامع كله الفلسطينيه والعرب وكلهم كلهم هون. انا ايه بس عربي 100%، عربي 100%، دمي عرب. كنت ثقيله العمد اللي كنت عم تحملها؟ والله شيء 100 كيلو هيك شيء. ميمي مساء الخير، اول شيء مبروك لكم على المسرحيه، شو احساسك بعد شهرين ثلاثه من التحضير ومن التعب؟ مساء الخير لكم وبشكر حضوركم. اول شيء شغله بدي اعتذر واقول اللي بعتذر من شان الصوتيات والبروبلم اللي واجهتنا بالنسبه للصوت، صار شوي خطا الاولاد شوي تلبكوا باستعمال الميكروفونات، بس بالنهايه الحمد لله رجع كان الحفل كثير يعني مثل ما كنا متوقعين وعلى احسن. اكيد نحن عملنا مؤاملات مع كثير ناس عم بيقولوا لاول مره بحسوا انه في عيد حقيقي، الناس كلها مجتمعه، ما في طوائف، ما في مشاكل. مزبوط. ليه هيدي المسائل ما بتكرروها عاده؟ حتتكرر، انا قلت انه كانت اول خطوه وحتتكرر ان شاء الله كل سنه، والهدف كمان مثل ما ذكرنا انه حيكون كسر الحواجز الموجوده بين الطوائف والاديان، وهذا اللي انحكى فوق، وكل سنه ان شاء الله حتكون بنفس الشهر هيدي الحفله، مش اول مره بس مش الاخيره. شكرا لك والله يعطيكم العافيه. بدي اوجه شكر للاستاذ غازي كمان عن جد من كل قلبنا، لانه كثير ساعدنا بالنسبه للشيء القديم، انه نحن كلنا لنا زمان عايشين هون، ففي شغلات يمكن بنسها عنا وما بنعرفها ومش متذكرينها، فعن جد كثر خيره ترك اهله واولاده بلبنان وضل معنا، هو من شهرين كان لازم يفل، وهي الحفله مش لها شهرين، من شهر ثلاثه عم نشتغل عليها. بحكي شوي. طيب بدي منك اليوم بلبنان بدي نسمعوك. نعم. شو حاسه هيدا الجو؟ هيدا الجو مفيد للجاليه العربيه، منيح تجتمع كل مره. معلوم لازم كل مره يعملوا مره بالسنه، انه ما في شخص ما فيش يروح على لبنان بس بحس حاله بلبنان.